أهلا بكم. أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر آب الماضي، وبحسب الأحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومو، فقد بلغت الصادرات من النفط الخام أكثر من 111 مليون برميل بإيرادات بلغت أكثر من 6 مليارات دولار. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن مجموع هذه الكميات توزع بين حقول وسط وجنوب العراق، والتي وردت أكثر من 107 ملايين برميل بإيرادات بلغت أكثر من 6 مليارات دولار، فيما صادرت حقول التاميم أكثر من 3 ملايين برميل بإيرادات تجاوزت 178 مليون دولار. قالت مصادر تجارية إن شركة تسويق النفط العراقية سومو عرضت شحنتين من خام البصرة الخفيف وخام البصرة الثقيل بواقع مليوني برميل للشحنة للتحميل في تشرين الثاني المقبل في غطاءين أو في عطاءين. وبحسب المصادر التجارية فإن شركة تسويق النفط العراقية تطلب عروضا بعلاوات فوق سعر البيع الرسمي للخامين لآسيا. وأشارت المصادر إلى أن العطاءين يغلقان حسب عرض الشركة في 26 من أيلول الحالي. أكدت لجنة الزراعة البرلمانية عدم وجود جدية من الحكومة في ضبط المنافذ الحدودية لمنع تدفق المنتجات المستوردة. وقال رئيس اللجنة سلام الشمري إن اللجنة قررت منع الاستيراد لكافة المنتجات من البيض والأسماك واللحوم، إلا أن الحكومة غير جادة في ضبط المنافذ الحدودية والتي من خلالها يتم إغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة، وهو ما يعرض صحة وسلامة المواطن يعرضها للخطر، وكذلك يضر بالتاجر والمنتج العراقي، إذ أن تلك البضائع غالبا ما تكون مهربة وغير خاضعة للفحص. اتهم مجلس محافظة البصرة بعض الكتل والأحزاب في المحافظة بإدارة وامتلاك مكاتب تشغيل تستقطب العمالة الأجنبية. وقال المجلس إن بعض الأحزاب والكتل لديها مكاتب خاصة لتشغيل العمالة الأجنبية بالبصرة ما أجل الحصول على الأموال، مضيفة أن وجود العمالة الأجنبية أصبحت ظاهرة طاردة لتشغيل الخريجين وأصحاب الشهادات، مبينة أن أحزابا تتكسب من العمالة التي دخلت البلاد عن طريق السياحة بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة. أنهى المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 24% من المئة عند مستوى 472.47 نقطة، وتم التداول على أسهم 23 شركة من أصل 103 شركات مقيدة في السوق، ارتفعت منها أسهم 11 شركة وانخفضت أسهم 5 شركات، بينما استقرت أسهم 7 شركات، وسجلت قيمة التداولات أكثر من 200 دينارا واحدا، بينما بلغت عدد الأسهم أكثر من 134 سهمة بعدد صفقات بلغت نحو 300 صفقة، وبلغ عدد الأسهم المشترات من المستثمرين الأجانب 36 مليون سهم بقيمة بلغت أكثر من 65 مليون دينار من خلال تنفيذ 61 صفقة على أسهم 5 شركات. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل لختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.